طبعا هذا لا يجوز. هو يسأل يقول في كأس العالم أنهم يجعلون علمين ثم يرسلون طائرا أو حيوانا أو اللي يكون يأخذ أحد العلمين، معناه هذا يتوقع أن هذا الفريق هو الذي سيفوز، والناس بعد ذلك يراهنون ولا بدون مراهنة؟ مراهنات فلوس يدفعون. إذا كان يدفعون الناس أموالا يراهنون، المراهنة نفسها حرام هذه. فإذا كانوا لا يدفعون شيئا فقط يعني من باب التوقعات من اللي فوزوا يأخذ هدية إذا أتى بالنتيجة الصحيحة، فهذا أيضا لا يجوز من ناحية أنهم يعني يجعلون الحيوان هو الذي يختار. هذا حيوان بهيمة ما يفهم. هذا هو التطير الذي كان يفعله أهل الجاهلية، ولذلك يذكرون عن طاووس بن كيسان اليماني التابعي رحمه الله أنه سافر مع رجل فمر غراب فنعق، فقال هذا الرجل خير، فقال له أي خير في هذا؟ غراب النعق أي خير في هذا؟ والله لا سافرت معك أبدا. إيش هالكلام هذا؟ بهيمة هذا إيش در؟ والعرب كانت تفعل هذا، وهو التطير، يرسلون الطير، يريدون السفر يرسلون الطير، إذا ذهب يمينا قالوا بس سفرنا ناجح، وإذا ذهب يسارا قالوا لا سفرنا غير ناجح، يؤخرون السفر أو يؤجلون. هذا التطير، فهذا لا يجوز حتى لو كان على سبيل اللعب أو المزحة، لا يجوز، لأن الناس يعتقدون بهذا الطائر أو أنه يفهم أو أنه يتوقع أو يتنبأ. إذا كان الآدمي ما يتنبه أنه بالطير الذي لا عقل له ولا شيء، فهذا كله من الجهل حقيقة إذا كان هذا الأمر يحدث. أنا ما أدري عنه حقيقة.